يعني الاعتبار في الموقف الاجتهادي او الموقف المعتبر او الرأي المعتبر هو ان يكون ايش؟ بحسب قواعد النظر الاصولية المعتبرة، بان لا يكون قد اختار الفقيه استدلالا ضعيفا وترك استدلالا راجحا. فاذا كان عنده دليلان فمال الى الدليل المرجوح ورجح المرجوح على الراجح وهو مدرك للراجح أو مع ظهوره، فهذا استدلاله وموقفه، وإن كان هو في نفسه أهلا للاجتهاد فقوله ليس معتبرا. فإن خالف الراجح وترك ورجح ومال إلى المرجوح فقوله غير معتبر. وهذا التعريف على اختصاره كاف لأن يعني يفهمنا القول المعتبر سواء في الشريعة أو في المذهب الفقهي، المذاهب الفقهية وفي المذاهب الاعتقادية. القول المعتبر هو الموافق للدليل، إما دليل قاطع أو دليل راجح. فإن كان مجتهد نظر في مسألة فكان هناك شبهة دليل ضعيفة وهناك دليل راجح فمال إلى الشبهة أو الدليل الدلال الأمارة الضعيفة هذه ورجحها على الدلالة الغالبة، فقوله وميله هذا غير معتبر حتى وإن كان مجتهدا من كان.